هو انتم مصرين تطلعوا مصر والمصريين رخاص للدرجه دي؟ في فرق ما بين الطيبه واحتواء الاخرين وما بين السذاجه والهبل، علشان لما بقول لكم اننا مخترقين وان في بيننا ناس عايشه في كوكب تاني تبقوا تصدقوني. والموضوع مش موضوع مريم فارس والاعلان اللي عملته في مصر بعد اهانتها لمصر وشعب مصر، لا مش كده. الموضوع سبق واتكلمنا عنه، وهو الاختراق والناس اللي عايشه في كوكب تاني. السلام عليكم. ما بيننا ناس عايشة في كوكب تاني، دي حقيقة للأسف، وهي الناس اللي محسوبة إنها عايشة معاك وفي وطنك وبتنتمي له، بينما في الواقع وكأنها عايشة في كوكب تاني خالص، بمعنى إنك بتلاقيهم غير مكترثين لكرامة وطنهم أو متطلباته، ولا هم سائلين عن حملات التشويه اللي بتطوله، بل بالعكس بتلاقيهم بيساهموا في حملات التشويه ضد وطنهم. موضوع قيام إحدى شركات التطوير العقاري بالتعاقد مع مريم فارس اللي سبق أهانت وأساءت لمصر وشعبها علشان تصور إعلان، ده لا يمكن نتناوله من باب المناكفة أو المعايرة ورفع العتب، لأ يا جدعان الموضوع أكبر من كده، وده اللي هنتكلم عنه. بس نعرف الأول إيه الحكاية. الحكاية وما فيها إنه من كام سنة المطربة ما بين قوسين طبعا مريم فارس كانت في مؤتمر صحفي، سألها أحد الصحفيين ليه بقالك مدة ما بتعمليش حفلات في مصر، فردت كوكب الغرب مريم فارس وقالت بعد الثورة وقفت كل الحفلات، وبهذا الوقت أنا كبرت ورح كون كتير صريحة، انتو بتعرفوني أنا كتير صريحة، كبرت وعلى الأجر وكل شيء صار متطلباتي أكبر، فصرت شوي تقيلة على مصر، فمشان هيك ما عم تلاقيني كتير حول. تخيلوا مريم فارس بقت تقيلة على مصر، ومصر مش قادرة على تلبية متطلبات أم كلثوم القرن 21 مريم فارس. دي إهانة واضحة، وأوقح من كده مفيش، وكأنها بتبصق في وجه الشعب المصري. دي ماجدة الرومي، أو الست ماجدة الرومي اللي بجد، واللي ضفرها برقبة 86 واحدة من عينة مريم فارس سنة 2019، وهي الفترة اللي الست هانم مريم فارس اعتبرت نفسها فيها تقيلة على مصر. جت ماجدة الرومي وعملت حفلة لصالح إحدى الجمعيات الخيرية، وبكل تواضع وعظمة فنية من مطربة بحجم ماجدة الرومي تغني طربا، مش مياصة ودلع ونشاز زي بعض الناس. وعلى سيرة الناس، وآه من ناسك يا مصر، وآه من جماعة الكوكب التاني، الموضوع هنا إنه لازم يكون في معيار أدبي ووطني عند اللي بيتعاقد. ما هو لما يتم التعاقد مع مريم فارس تحديدا اللي أهانت مصر وشعبها دون غيرها، ده معناه إن القايمين على التعاقد ده كرامة بلدهم عندهم شيء ثانوي أو مش موجودة أصلا، وده معناه إن القائم على شؤون الغناء النقيب هاني شاكر لازم ياخد موقف. وللأسف برضه شباب وشابات مصر اللي شاركوا بهاشتاج الإعلان ومدحوا في الإعلان وهيصوا للإعلان بعبارات زي واو تحفة مريم فارس تجنن موت وإلى آخره من عبارات ومصطلحات الطبقة المخملية، للأسف يا سادة بكل أسف انتوا بترخصوا نفسكم قبل ما ترخصوا بلدكم، وبترفعوا قدرة واحدة أهانت بلدكم وشعب بلدكم. ولما مريم فارس شافت كل ده نزلت التغريدة دي. أنا فرحانة كتير بالنجاح اللي حققته الأغنية والإعلان، فرحانة كتير إني أكون تريندنج في مصر بعد أقل من 24 ساعة من طرح الإعلان. وحشان يا مصر، كأنها بتطلع لسانها لمصر وللمصريين، قال وحشان يا مصر يا أختي ما تشوفيش وحش ولا تشوفي، مش هي دي مصر اللي انت بقيتي تقيلة عليها دلوقتي وحشتك؟ بصريح العبارة انت مش وحشاكي مصر، انت وحشك الرقم اللي مكتوب في العقد بتاع الإعلان، الرقم اللي جنبه علامة الدولار. باختصار اسمحوا لي أقول لكم إننا مخترقين، لا للأسف احنا مش مخترقين، احنا متخرمين وحالتنا بالبلا الازرق. ما هو واحده زي مريم فارس اللي اهنتنا دخلت وغنت وعملت اعلان وقبضت، مش بعيد في يوم من الايام نلاقي المرتزق محمد الهاشمي الحمدي يجي يضيف كريم على احد برامج التلفزيون المصري او اي فضائيه مصريه، او نلاقي المرتزق عبد الفرس عبد الباري عطوان بيكتب مقاله لصالح احدى الصحف المصريه. واذا فضلنا كده ممكن نلاقي غاده عويس او خديجه بنجنه او جمال غيام بيشتغلوا في الفضائيات المصريه عادي. بصوا اجيبها لكم من الاخر بقى وعلى بلاطه كده وبالمفتشك، جاد غصن ده بيشتم السعوديه بس لقى اللي شغاله في قناه تمويلها سعودي، يعني قناه سعوديه، وده وقام وهاب اللي بيعتبر دول الخليج دول وهميه، وبرغم كده لما حب ياخد تطعيم ضد كورونا لقى اللي يدهوله في الامارات احدى الدول الخليجيه الوهميه بحسب تعبيره. ودي بقى مريم فارس اللي شايفه نفسها كبيره وتقيله على مصر، لقيت اللي يتعاقد معاها في مصر علشان تعمل اعلان،
والدول الثلاثة دول مصر والسعودية والإمارات هم أكتر دول بتتعرض للتنمر والتهجم والتشويه الإعلامي. يبقى المشكلة عندنا إحنا، والطبيعي يكون في قائمة سوداء معلنة بتشمل كل اللي قام بأي عمل إعلامي ضد أي دولة في الثلاثة. هو مش في قوائم للمطلوبين أمنيا والإرهابيين واللي مش عارف إيه؟ في رأيي وده الطبيعي إن كل الدول تطبقه، بأن يكون في قوائم بتشمل كل اللي تطاول أو صرح أو أدى دور إعلامي ضد البلد، أي بلد. أنا بتكلم في العموم في الحتة دي علشان لما حد يحب يتطاول يفكر مليون مرة في تبعات تطاوله اللي ممكن تأثر عليه في المستقبل. أما الحتة بتاعتي اللي هي مصر، فمريم فارس مجرد نموذج للاختراق ولجماعة الكوكب الآخر في مصر. هو مش كفاية إعلامنا ضعيف وهزيل؟ كمان مش عايزين تحافظوا على كرامتنا؟ كلمة أخيرة من باب الكوميديا فقط لا غير. شايفين مريم فارس دي؟ بكرة لو أعلنوا عن حفلة ليها في مصر، للأسف بعض شبابنا هيتهافت لشراء تذاكر حفلتها. للأسف ما عندناش ثقافة المقاطعة. واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.